هو إذاعة بانوراما أف أم، وبيسعدنا بيها الأثناء نستضيف دكتور إيناس موسى، أخصائية جلدية وتجميل. أهلا وسهلا فيك دكتور إيناس. أهلا وسهلا. يا هلا جيسي، دايما بنحكي أهلا وسهلا، بنحكي عن التوبكس الترندينج بمجال التجميل والبشرة. اليوم أحب نحكي عن موضوع أبر النضارة. تمام، هذا موضوع كتير بصراحة مهم وكتير رائج صار بالعيادات عنا. شوف ناس عم تطلب إبر نضارة، واللي بيتابعوا السوشيال ميديا بيلاحظوا صار في أسماء كتير لإبر النضارة، أسماء علمية وأسماء ترويجية. بنسمع عن الإبرة الفرنسية، عن الإبرة طويلة الأمد، الإبرة الإسبانية، بنسمع عن العنبر، عن الجيمر، أسماء كتير كتير. هيدا الأسامي، أسامي إبر النضارة هيك؟ هاي الأسماء الترويجية. أوكي. إبر النضارة لنحكي عنها باختصار شو هي. هي إبر تقريبا إلها بالماركت تقريبا 10 سنين أو نعم. أكثر. نعم. تركيبة الأساسي هو الهيارونيك أسيد. نعم. اللي هو نفس المكون اللي داخل بتركيب الفيلر، لكن الروابط داخل هذا الهيارونيك أسيد ما أنا متصالبة، بالتالي هو ما بيعطي أي حجم، ما بيعطي فوليوم، ما بينفخ، ولكن بيعطي التأثير الأساسي الأول للهيارونيك أسيد اللي هو ترطيب البشرة. نعم. الهيارونيك أسيد هو موجود بطبقة الأدمة بالجلد، وهو المسؤول عن ترطيب البشرة، بيكون تركيزه جدا عالي ببشرة الأطفال، لهيك نحن بنشوف بشرة الأطفال دائما صحيح. بتكون طرية وبلمبي وخالية من العيوب. نعم. كل ما كبرنا بالعمر نخسر هذا الهيارونيك أسيد. فأبر النضارة إذا وظيفة الأساسية أنه نعطي خلينا نقول بوست للسكين، نزيد تركيز الهيارونيك أسيد اللي نحن فقدناه نتيجة العمر ونتيجة الظروف الكثير اللي نتعرض لها البيئية، فبالتالي نزيد ترطيب البشرة من الداخل. هذا الترطيب الداخلي بيعكس لبرا ببشرة شكلها صحي، فيها لمعة داخلية صحية نقية نوعا ما. نعم. مقلوي طبعا اللي هو النضارة. ذكرنا الهيارونيك أسيد هو التركيب الأساسي، لكن هلأ صارت الشركات كتير تطور هذا المجال، صارت تضيف إلها مكونات مختلفة. أحيانا ممكن مثلا مع الهيارونيك أسيد يحطوا فيتامينات مختلفة، أحيانا بيحطوا مثلا الكالسيوم اللي بيعطي شد للجلد. أو ممكن يكون مع الحموض الأمينية اللي هي نوعا ما بتعالج البشرة. نعم. من هون بقى بتجي الاختلافات ولو إنها خفيفة بتركيب إبر النضارة وأسمعها. نعم. يمكن كتير سيدات عم يسألوا كل قد إيه لازم يعمل واحد إبر. هي حسب أنواع إبر النضارة. الغالبية من إبر النضارة بتكون عبارة عن جلستين أو ثلاثة بفواصل شهرية. نعم. لحتى نأخذ نتيجة بتطول وقت أكثر، لكن في أنواع قليلة ممكن تكون جلسة واحدة تنعاد كل فترة 4 شهور أو 6 شهور، اللي هي بتكون نوعا ما طويلة الأمد. هذه وبتنصحي فيهم طويلة الأمد؟ والله إيه كلها يعني حسب حاجة البشرة. نعم. يعني حسب كمان نمط حياة السيدات، يعني مثلا اللي ما بتقدر تجي بشكل متكرر على عيادات أفضل تعمل إبرة طويلة الأمد يكررها. هي الفرق بالمبلغ صح، المدفوع المبلغ طبعا أكيد. نعم. هي بتكون فرقت بالأسعار ما بين أنه هي تكون جلسة أو جلسات متعددة أو جلسة واحدة فقط. نعم. طبعا في نقطة كتير مهمة نحن بنتعرض لها بالعيادات، إنه فلانة رفيقتها عملت هاي الإبرة وضبطت عليها وطلعت حلوة فهي بدها إياها. هاي نقطة كتير مهمة جسي أحكيها للناس، إنه مو أي شيء مثلا ممكن تكون مناسب للشخص ممكن يكون مناسب للشخص الثاني. كل حدا له بشرته الخاصة، طبيعتها الخاصة وحاجتها الخاصة. نعم. فأحيانا ممكن مو نفس إبرة النضارة بتعطي نفس التأثير عند كل الناس. نعم. كل حدا حسب طبيعة بشرته وحسب هي اهتمامها اليومي، عاداتها الشخصية وحاجة البشرة. نعم. لهيك هذا اللي شي بيعمل تفاوت بالنتائج. نعم. شكرا لك دكتور إيناس موسى، أهلا وسهلا فيك بكل أوقات على إذاعة بانوراما فأم. شكرا على المعلومات. شكرا جزيلا.